طبعا يؤسفنا ان نبدي حلقتنا لليوم بهذا الخبر اللي صار ترند بساعات قليله واثار ضجه بمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك غضب كبير من قبل الشارع العراقي، وكل التفاعلات مع الخبر كانت بطريقه كبيره ولافته جدا. تصدر وسم حق نورزان ضحيه التحرش الترند على تويتر في العراق وسط انباء عن مقتل الفتاه من قبل ثلاث متحرشين. الانباء افادت بتعرض الفتاه نورزان الشمري البالغة من العمر 20 عام لاعتداء جنسي وطعن حتى الموت من قبل ثلاث رجال بالقرب من جسر الجادرية في بغداد. رواد صفحات التواصل الاجتماعي نشروا وادعوا أنهم أصدقاء الضحية، قالوا أنه نورزان نشرت على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا حول عدم شعورها بالراحة أو بالأمان في طريقها للعمل، لكن بعيدا تم أو بعد ذلك تم التأكد على أن نورزان لم يتم الاعتداء عليها جنسيا، وهذا الكلام كان من قبل والدتها اللي نفت الاعتداء عليها. مع الأسف يمكن صرنا كل يوم نصحى على جريمة جديدة تمارس بحق بناتنا، واليوم نورهان هي أحد الضحايا، فالله يرحمها يا رب ويتغمد روحها الجنة. وراح نشوف بعض التفاعلات اللي كانت من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع. البداية مع لانا كريم اللي ذكرت هاشتاغ جديد يرفع بالحسابات تستمر مدة صلاحيتها ثلاث أيام وبعدين ما حد بحالها، لا حول ولا قوة إلا بالله، هاشتاغ حق نورزان ضحية التحرش. أما التعليق الثاني أو التويت الثاني اللي كان موجود، الوحوش افترسوا كل الغزلان وهاشتاغ حق نورزان ضحية التحرش. أكيد راح نستمر في التفاعلات اللي كانت مع هذا الخبر. هاشتاغ حق نورزان ضحية التحرش أكرم يقول أنه قضية نورزان ليست قضية تحرش، وأثبتت التحقيقات الأولية عدم وجود آثار اعتداء جنسي عليها. أما تعليقنا القادم دكتور خليل الجبوري يقول أنه نحن نعيش في مجتمع يتغذى على الجريمة المنظمة، ولا حق لمن له حق، حتى نساءه ليس لهم الحق في العيش بحرية. المجتمع جاهل بكل أنواع الجهل الديني والدنيوي، وحسبي الله ونعم الوكيل على من كان السبب في ذلك. وأكيد ختم التويت بهاشتاغ حق نورزان ضحية التحرش. أما آخر التفاعلات ويانا فكانت من عائشة رمضان اللي قالت كل يوم نسمع جريمة ضد أنثى، وكل يوم نسمع مقولة القليل لا يمثل الكثير، بس ما تلاحظون أنه كثير لا يمثل القليل؟ البنت جريمتها صارت أنه انخلقت أنثى بين المجتمعات المريضة، البنت صارت ترفض تعيش حتى حياتها اللي الله أعطاها إياها بس عشان القذرين ما يتعرضون لها. راح ننتقل الآن إلى التوضيح اللي كان طبعاً من جانب السيد مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء الدكتور سعد معن. ذكر أنه في بيان رسمي ذكر الدكتور سعد معن وأنه منذ اللحظة الأولى من وقوع الحادث في العاصمة تم تشكيل فريق عمل من الخبراء والمحققين من مكافحة إجرام بغداد للتوصل إلى منفذي جريمة قتل الفتاة ومعرفة ملابسات هذا الحادث، مشيرا إلى أن الجريمة نفذت من قبل ثلاث أشخاص بآلة حادة اللي هي السكين، وكانوا يرتدون غطاء الرأس خلال تنفيذهم الجريمة. وأيضا ذكر أنه لا يوجد أي اعتداء جنسي على الفتاة كون الجريمة نفذت في الشارع وبانتظار تقرير الطب العدلي. وأضاف اللواء معا أنه جرى تدوين أقوال الشاهد والمدعي بالحق الشخصي والتي تتمثل بوالدة المجني عليها. الكثير من الملابسات صارت حول هذا الموضوع، مقتل نورزان وأيضا الفيديو اللي شفناه مؤخرا اللي يظهر فيه شابين وامرأة، حسب ما ذكروا أنه اللي موجودين في الفيديو هو ابن خالتها، وقال أنه عمها هو اللي قتلها بسبب رفضها للزواج من ابنه. في نهاية المطاف سواء كان عمها اللي قاتلها أو غيره، نورزان ماتت وهي ضحية لناس للأسف عقولها مريضة ومحدودة.